أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الدرس 73 بعد 100 الأولى من سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه. نحن دائما بصدد الحديث عن اللبنات الأولى التي وضعها الحبيب في المدينة لبناء دولة الإسلام، وهي ثلاثة. اللبنة الأولى استمرار تزكية المجتمع المدني وتقوية صلته بالله، واللبنة الثانية استمرار النبي في رص الجبهة الداخلية حتى يشكل مجتمعا متراصا كالبنيان المرصوص، والثالثة اللبنة الثالثة وهي محاولة أو تقوية أو تنظيم علاقة الدولة الإسلامية مع شركائها في الداخل ومع الآخرين من غير المسلمين خارج دولة المدينة. دائما نحن بصدد الحديث عن اللبنة الأولى، وهي استمرار تزكية مجتمع المدينة بتقوية صلته بالله. وتحدثنا على أن أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد هو بناء المسجد. وفي الدرس 72 أي الماضي تحدثت عن المسجد مبنى، كيف كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد. فهو عريش كعريش موسى، 100 ذراع في 100 ذراع، بني عليه الصلاة والسلام بلبن مختلط بتراب ثم جريد نخل على السقف صلى الله عليه وسلم. تحدثت عن هذا الأمر، وتحدثت عن زركشة المساجد في عصرنا، وقلنا إنها من علامات الساعة، وتحدثت في هذا المجال يرجع إليه. الآن نتحدث بإذن الله تعالى على دور المسجد من الناحية المعنى وليس المبنى. هذا المسجد البسيط الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم معناه عظيم، وخرج لنا رجالا حولهم من رعاة الأغنام إلى قادة الأمم. خرج لنا أرحم الأمة بالأمة أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. وخرج لنا عثمان الحيي الكريم الذي تستحي منه الملائكة. وخرج لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه باب العلم صلى الله على حبيبنا محمد. وخرج لنا القواد مثل خالد والمثنى بن حارثة. وخرج لنا القضاة مثل سيدنا أو زيد بن ثابت. وخرج لنا العلماء مثل معاذ بن جبل، وهكذا في كل التخصصات تخرج هؤلاء من هذا المسجد المتواضع. الله، ولا غرابة في ذلك، فالمربي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمزكي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة، إن الناس حينما يتباهون ببناء المساجد وإنفاق الأموال الكثيرة عليها دون الاهتمام بمحتواها، هو قصور عند المسلمين، هو عدم الارتقاء إلى وعي الذي يجعل الناس يعرفون دور المسجد في المجتمع. ولذلك كان لابد في سيرة النبي أن نقف مع دور المسجد، هذا المسجد المتواضع بناءً، كيف أدى دورا جليلا جهبذا عميقا في مجتمع المسلمين، والذي لا زال لحد الآن يقوم بهذا الدور. بل إن خطورة الدور الذي يقوم به المسجد كأخطر مؤسسة في دولة الإسلام هو الذي جعله أكثر المؤسسات تعرضا لهجوم أعداء الله ومحاولة إفراغه من المعنى لكي يظل مبنى فقط. وإنني إن كنت أذكر فلن أنسى أبدا اللورد كرومر حينما خرج على النواب البريطانيين في زمانه وقال لهم وهو يخاطبهم: إننا قد سئمنا مجابهة أمة رسول الله ردحا من الزمن، فكلما انتصرنا عليهم إلا وعادوا الكرة، فإذا بهم يتداركون النقص ونقط الضعف فينتصرون من جديد ويحولون الهزيمة إلى انتصار. أتدرون لماذا؟ لبقائه
ثلاثة أمور عندهم. أولا صلتهم بكتاب ربهم لا زالت قوية، والثانية دور المسجد وخطبة الجمعة، والثالثة الحج الأكبر اجتماع المسلمين الذي يعني تآلف القلوب في توجهاتهم وإبراز معاني المساواة بين المسلمين في أرجاء الدنيا كلها. الشاهد عندنا المسجد، دور المسجد. ولقد قامت الكثير من المحاولات بتخطيط محكم في ظروف معينة من أجل إفراغ مؤسسة المسجد من معانيها، فكان أول ما قاموا به هو محاولة الضغط من أجل تعقيد مساطر بناء المسجد. الدول الإسلامية الآن حتى في مجال المبنى تستطيع أن تحصل على رخصة بناء ما يسمى بكازون القمار أو بدانسينج أو ببودنوي، تستطيع أن تحصل على ذلك بسهولة ويسر، إلى درجة أنه افتتح في مراكش أكبر كازينو في إفريقيا، وهنالك عياذا بالله افتتاح بالاستهزاء بالإسلام. ومع ذلك إذا قام المسلمون وقدموا رخصا أو طلب رخصة لبناء المسجد فهنالك مجموعة من التعقيدات التي تعترض سبيلهم، وهذا مما يثير الحزن في قلوب كل غيور على هذا الدين، وخاصة هو يرى أن الدين في بلادنا يتعرض إلى هجمة شرسة ليس من الأغيار والآخرين ولكن من أبناء جلدتنا. هذه الأولى. ثانيا محاولة إذا بني في البناء أن يدخلوا عليه بعض اللمسات التي تخرجه من قدسيته، كما قالوا في مؤتمر 12/2/2 على عهد بوش من خلال اللجنة الثلاثية التي أسستها وزارة الخارجية تاع كولين باول أنا في وقته، والذي جمعت مسلمين ويهود ومسيحيين. هذا التاريخ احفظوه جيدا، 12/2/2002، والذي كان من جملة ما خطط له أن يحاولوا إخراج المسجد من قدسيته، وذلك ببناء ما يسمى بحديقة مجاورة للبستان لكي تكون مأوى تستقبل الشباب من الجنسين. فالمسلم إذا كان يعتاد على رؤية شاب وشابة في وضعية مخلة بالحياة أمام المسجد فإنه يعتبر أن هذه مؤسسة كباقي المؤسسات. ولذلك حينما نرى مثلا من يأتي من ملكات الجمال وبرخصة من المركز السينمائي المغربي للاستعراض في ساحة التي تجاور مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء ويصورون ذلك، أو يصور من يقوم بالإعلان والدعاية للملابس المفضوحة في مدرسة مولى يوسف بمراكش، كل ذلك محاولة عياذا بالله لإفقاد المسجد قدسيته عند المسلمين. هذا المسألة معروفة. ثم هنالك ما يسمى بإدخال التلفاز إلى المسجد. فالمغرب أعرفه والله تعالى أعلى وأعلم حسب علمي المتواضع أنه البلد الأول في العالم الإسلامي الذي أدخل التلفزيون إلى المسجد بدعوى أن التلفزيون سيقوم مقام الواعظ. لكن كيف يمكن لحديدة صماء أن تبعث الروح في من يأتي إلى المسجد الذي يعتبر روح الحضارة الإسلامية؟ كيف يمكن للحديد أن يلقن للبشر وهو دم ولحم وعواطف هذا الدين؟ هذه المسألة. ثم ثالثا إقامة ما يسمى بمكتبات، والمكتبات شيء جيد، لكن المقصود بالمكتبات ليس المكتبات التي تحتوي على القرآن مصاحف وعلى الكتب الدينية، ولكن أيضا أشرطة. وبهذه الطريقة يمكن بعد ذلك أن يتعامل مع المسجد كأية مؤسسة أخرى غير مؤسسة المسجد، أي محاولة نزع قدسية لهذه المؤسسة. ثم بعد ذلك النفاذ إلى المضمون، الحديقة، ثم بعد ذلك ما أثير داخلها أو أقيم داخلها من هذه الأمور، ثم بعد ذلك النفاذ إلى المضمون. والمضمون تعرفون أن أهم شيء فيه هو الإمام والخطيب، فالإمام ينبغي أن يكون من أفقر الناس،
هذه واحدة. ويكون راتب الإمام عياذا بالله في أدنى مستويات الرواتب، ثم الإمام ينبغي ألا يجد مؤسسة تدافع عنه، بحيث يكون أسهل عضو في المجتمع الذي يتعرض لكل التعسفات دون أن يجد من يدافع عنه. إذن فوضعية الإمام حرجة. إذا أضفنا إلى أن الذين يصلون هم أول من يضغط على الإمام ويراقب تحركاته ويقوم بالتبليغ عنه عياذا بالله، فهنا نستحضر الآن الحالة النفسية التي يعيشها الإمام، فقر وحاجة، ثم عيون المسلطة عليه من قبل الأوقاف، من قبل الأمن، من قبل المرشدين الدينيين هذا الجداد، من قبل المجتمع، من قبل المصلين. تخيلوا معي إذن هذا الإمام الذي سيؤدي دور الإمامة من خلال معترك مشاكل يوجد فيها. إذا أضفنا إلى ذلك اللجنة المسيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما الخطيب والواعظ فأيضا هنالك تدخل شرس، وهو الأكثر تعرضا لهذه العمليات التي تستهدفه والتي تستهدف المسجد من خلاله، من خلال الخطيب ومن خلال الخطبة وخاصة الخطبة. ولذلك هنالك مشروع يسمى إصلاح الحقل الديني. كل الإجراءات تتجه إلى الخطبة، كما خطط اللورد كرومر وكما خطط أعداء الأمة لإلغاء دور المسجد في المجتمع. خططوا حتى تكون الخطبة ميتة ميتة، بل يجري الآن في مصر إغلاق جميع المساجد التي يأمها خطباء مستقلون. 55,000 مسجد أغلق، و55,000 إمام شطبت عليه وزارة الأوقاف الجديدة في عهد الانقلاب. ثم هنالك اجتماعات مع الخبراء الأمنيين والعساكر فيها تهديدات مباشرة أمام وزير الأوقاف العسكري أن أي خطيب يخرج على توجيهات وزارة الأوقاف فهو مفصول ويتعرض للمحاكمة بتهمة التآمر على النظام الجديد أو بتهمة الانتماء إلى الإخوان، وهي أسهل تهمة توجه إليه والإخوان في لائحة الإرهاب. هذا وقع في السعودية ووقع في كل الدول، وهو أيضا يقع عندنا بقدر أقل، لكن الأمور كلها تتجه إلى ما يسمى توجيه الخطيب إلى خطب بعينها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه بعض ما يراد للمسجد. ولو كنا نريد أن نتحدث عن الموضوع بإسهاب لتطلب الأمر ساعات، لكنني قدمت الكثير من هذه المعلومات من خلال الدرس الذي أوقفت به منه في مسجد القدس، وقد توقفت عن المؤامرات التي تستهدف المسجد ولم أكن لأتمها نظرا لقرار التوقيف. المهم أن المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أدوار في المجتمع لا بد أن أتحدث عنها. الدور الأول، الدور الأول ديال المسجد واسمه هو، الدور الأول تاع المسجد واسمه هو، الدور الأول تاع المسجد واسمه هو إضفاء الصفة الإسلامية على البلد. الله. فأنت إنما تميز بين بلد هو أرض الإسلام مع بلد هو بلد غير الإسلام هي ارتفاع المآذن ورفع الآذان في الأجواء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. شوف يا سيدي، فالمجتمع المسلم هو الذي ترتفع فيه الصوامع تميز مدنه، تميز قراه، حيثما رحلت
وذهبت واتجهت ووليت وجهك إلا وترى القباب وترى المآذن تشق عنان السماء، فتعرف أنك في بلد المسلم، لأنك لو خرجت إلى بلاد غير المسلمين يحظر على المسلمين أن يرفعوا المآذن في السماء، بل يكتفون بالصلاة في المآرب تحت البنايات الشاهقة كالجحور، لا يترك لهم أن يخرجوا إلى الفضاء رغم ما يدعون من أن الحرية مكفولة لجميع المواطنين على اختلاف أديانهم في تلك الأرض. اليهود تجدهم يختارون الأمكنة المميزة المرموقة في كبريات المدن، ثم يبنون ما شاءوا من الدير وبطريقة عصرية، وتنفق الأموال ويحصلون على الدعم السياسي والقانوني والمالي. أما المسلمون حينما زرناهم وخاصة في بلاد كإيطاليا يشترون الأرض بحر مالهم، يعطون عرق جبينهم، فإذا قدموا رخصة لبناء مركز إسلامي، مش المسجد، مركز إسلامي فيه قاعة للصلاة، يقوم المجلس البلدي لتلك المنطقة التي توجد فيها القطعة الأرضية باجتماع طارئ يناقش القضية فيلغي ذلك الأمر، وهم في استماتة دائمة للحصول على حقهم كمواطنين. هنالك في سويسرا اجتمع المجلس البرلمان لمناقشة نقطة واحدة كان من ورائها الحزب اليميني، وهو منع رفع المآذن في المساجد، ممنوع بناء مسجد يرفع فيه الآذان، وصوت بالأغلبية على ذلك، ثم صار نموذجا يحتذى في بلاد أوروبا كلها، بل هنالك في فرنسا من اليمينيين من أراد أن يفرض على المجتمع الفرنسي قانونا يمنع المصلين أن يصلوا خارج المساجد في الطرقات حينما تمتلئ بالمسلمين. معنى أن كثرة المسلمين في فرنسا لم توفر لها دولة الأنوار، دولة الثورة الكبرى الأوروبية، لم توفر لها المساجد الكافية لتأدية الصلاة والفرائض المكتوبة على المسلمين. هناك 5 ملايين في فرنسا لا يجدون الأمكنة والفضاءات، مش حتى المساجد، الفضاءات التي فعلا تستوعب هذه الأعداد من المسلمين. أليس هذا إجحافا؟ أليس هذا ظلم؟ احنا واش هنا في بلادنا؟ هل منعنا المسيحيين من بناء الكنائس؟ هل تعرضنا للمكنائس؟ هل رفضنا الكنائس أن ترفع صوامعها؟ هل رفضنا الكنائس أن تدق أجراسها؟ فوجدة نسمع دقات الأجراس بقوة، وفي أوروبا إذا أراد المؤذن أن يؤذن مش في المسجد، في صالة للصلاة فعليه أن يؤذن في الداخل. كم أحترق أقول يا رب متى يؤذن للمسلمين ويحصلوا على حق أن يرفعوا الآذان في المساجد؟ أنا الآن أخاطب أوروبا، أخاطب دول الاتحاد الأوروبي التي رفعت شعار حقوق الإنسان وأن العلمانية محايدة فلا تتدخل في الأديان. كيف تعطي الحقوق لكل أهل الأديان في تلك البلدان إلى المسلمين؟ أوليس من حقهم أن يحصلوا على حقهم في عبادة ربهم بالطريقة التي شرعها ربهم من خلال إسلامهم؟ هذه لحد الآن لم يحصل عليها إخواننا، ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقهم لذلك وأن يطالبوا بذلك وأن يحصلوا على ذلك في أقرب الأوقات. هذه إن شاء الله تبارك وتعالى مما نطلبه ونطالبه. لكن إذا عدنا أيضا إلى بلادنا لوجدنا أن من أبناء جلدتنا من يحتج على الصوامع وعلى الآذان، فإذا كان من أبناء جلدتنا من يقول إن الآذان في الصبح يزعج السياح، أليس هذا عياذا بالله مما يجعلنا نخجل من أنفسنا؟ فبدل أن نطالب الآخرين من أن يسمحوا للمسلمين برفع الآذان ورفع النداء في السماء، فعلينا أيضا أن نتجه إلى أبنائنا حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء الجسيمة. على كل حال، المسجد
هو الذي يضفي الصبغة الإسلامية على البلد. ونقول لكم على القضية، البلاد الإسلامية من بكري حتى الآن، النبي صلى الله عليه وسلم من يوصل المدينة أول عمل داره هو بناء المسجد، أول مؤسسة بناء المسجد. وكذلك في تاريخ المسلمين أصبحت هذه سنة، في أي مكان اختير من قبل خلفاء المسلمين في العالم لكي يكون مدينة، تخطط المدينة على أساس أن يتوسط المسجد كل البنايات، وأن البنايات التي تؤسس التي تحيط بالمسجد يكون لها طرق، كل الطرق تؤدي إلى القلب وهو المسجد. فالمسجد بالنسبة للمدينة المسلمة هو قلبها النابض، هو روحها، هو روحها. وصدق من قال إنك تدخل المدينة والقرية قد لا تجد خبازا ولا مخبزا، ولكن لا تكاد تدخل مدينة إلا وتجد مسجدا. هكذا كان المسلمون يعتنون. لا تتخيل واحد السيد ديال الموت اسمه وتدروا ما فيهاش المساجد، كما هو حال الآن المغرب في بلادنا، في بعض المدن بحال الدار البيضاء، واحد المدينة بنوها في الرباط يسميوها ذيك المدينة الجديدة تمسنا. يعني أرسلوا إلي رسالة قال كيف تبنى مدينة بأكملها وليس فيها إلا مسجد واحد ولم يتم بناؤه، ويفتقد إلى المرافق الأساسية الصحية بحال ديال الوضوء. ذاك الشيء هنالك استهتار. احنا مسلمين أخويا، إلا بغي نديروا لوطيسما هذوك الناس راهم مسلمين يخصهم يصلي، راه الصلاة مفروضة أول ما يحاسب عليها العبد. بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما عرصة فيها ثلاثة بيوت، ثلاثة بيوت لا يؤذن فيهم، ما فيهمش الجمع، إلا استحوذ عليهم الشيطان. الله. إذن فكان الناس في هذه الأمة والمسؤولون إذا أرادوا بناء مدينة أو قرية إلا وكان على رأس انشغالاتهم واهتماماتهم أن يكون أول من يخرج إلى حيز الوجود هو بيت الله سبحانه عز وجل. هذه إشارات تدل على أن فعلا المسجد يعطي الصبغة الإسلامية حقيقة لمجتمع المسلمين، وهذا ما لا يريده أعداء الأمة. يتمنون أن تكثر المؤسسات نتاع الانحراف نتاع الزيغ، مؤسسات نوادي الشباب، الروتاري، ليونز، مؤسسات انحراف، لكن حينما ينظرون إلى المساجد وكأنها تنمو واش كيدير؟ تضيق صدورهم عياذا بالله. وهذه رسالة موجهة حتى لبعض السكان الله يستر. أنا نعرف واحد البلاصة تسكن فيها، فيها واحد المكان فارغ، فأردنا أن نبني فيه مسجدا بترخيص من البلدية، أعطانا فرفض الجار. قال أنا ما يمكن ليش يدار حذية الجامع ويبقى دائما يصدعني، هذا مسلم حاج. وكثير منهم يقول لك أنا اللهم ادير لي جرضة حذايا وما تدير لي الجامع، ما بغاش يكون جار ديال بيت الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الفكر وهذه الثقافة تسللت إلى كثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرضنا في هذا الدرس على مسألة دور المساجد في الأمة، وعلى الدور الأول وهو مركزية المسجد في أرض المسلمين. هذا العنوان، مركزية المسجد في بلاد المسلمين، هذا الأول، دور المساجد. يعني العنوان الكبير دور المساجد، معنى إذن المسألة الأولى وهي مركزية المساجد في بلاد المسلمين. وصلى الله على حبيبنا محمد.